صغيرة كتير بحب الرسم وتخصصت جرافيك ديزاين. بعد ما تخرجت بلشت أشتغل شغل ورا كمبيوتر كل النهار، حسيت هالشي مش عم بيسمح لي حقق حالي أو أعمل شي اللي عن جد بحبه اللي هو رسم توصل مساج معين. بلشت بلوج، صرت أحط فيه رسمات، ومن هون قررت أنشر أول كتاب لإلي اللي هو فيه رسمات من البلوج. وصلت لوقت حسيت حالي قادرة أفتح شركة، وهالشركة داين بس من ورا الطلبات اللي عم تجيني من ورا البلوج والكتب. بال 2013 بلشنا ويزانك اللي هي شركة بتعمل اكسبلينر فيديوز او انيميشنز صغار بيساعدوا الشركات يوصلوا اكثر لزبوناتهم شو بيعملوا او شو مشاريعهم الجديدة بطريقة مهضومة. نحن بعدنا عم نشتغل على فيديوز لزبوناتنا، هون اجت فكرة اول شيء بيروت بلس تي في اللي هو سيريز على يوتيوب انيميتد فيها سخرية عن اللي بنحضره على التلفزيون بلبنان اليوم. مخيل كوسا، شو توقعاتك لنا اليوم؟ إني ميني سيني توتولا توتولا بلوطة. قررنا نبلش تشانل مخصص للولاد ليلا تي في، أغاني اللي كنا نحن نسمعها نحن وصغار وكتير حابة أنا بنتي تسمعهم كمان. عمي بو مسعود عيونه كبار وصود. عم نعمل بلاتفورم تعطي توتوريالز بتعلم أشياء للأشخاص. من وقت ما بلشنا لهلأ صرنا عاملين تقريباً 500 فيديو للبنان وللدول العربية. صار في كتير بلاتفورمز مثل يوتيوب مثل نتفليكس، فنحن حابين ناخد حصة منهم ونقدر نبيع الكونتنت تبعنا لهالبلاتفورمز. كتير بنسمع بلبنان انه ما في شغل ومش ماشي الحال، انا بلاقي بالعكس، جربت واشتغلت على حالي وبعد كذا سنة انا كتير مبسوطة وفخورة بوين وصلنا بويزانك.